الخير عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم برنامج خط احمر. لنهار اليوم راح تكون حلقة خاصة، ما راناش رايحين نحكو لكم مشاكل وهموم، رايحين نفرحوكم بزاف، رايحين نسمعوا وتشوفوا معنا قصص مفرحة في الحياة، قصص فيها أمل وفيها أيضا عبرة. هذه الحكايات نسمعوا لأصحابها لكن بعد الفاصل. ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم والبحث عن أحبابكم وذويكم، تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. مرحبوا بكم جديد في برنامجكم خط احمر. كما كنت قلت لكم لنهار اليوم معنا قصص مفرحه في الحياه. دائما الناس يشوفونا يحكمونا في الزنقه، يقولونا والله القصه تاع البارح كانت تبكي، بكيتونا بزاف، لكن اليوم راح نفرحوكم بزاف. كالعاده يشاركني في تنشيط هذه الحلقه الامامه كاشو رب مزلابيه. كل يوم نقولوا له زلابيه، اليوم ما جاش، اذا يشوف فينا نقول له ارواح برك. إمامنا شيخنا مرحبا بك. مرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله كاين نقلة نوعية وكانت موفقة. لماذا؟ لأننا الموسم الربيع، هذا وين تكون البسمة وين تكون الأزهار تفتح. مع انتهت الآن الإنسان اللي يتجول في الجزائر هذه يلقى كلها خضراء. الله يجعل أيامنا كلها خضراء ومملوءة بالمحبة إن شاء الله. عليها لأنها اليوم جايبين قصص مفرحة فيها أمل في الحياة. محمد مرحبا بك. الله يزيد فيك. أنت واحد من الذين يزرعون الأمل في الحياة. نعم، شكرا لك يا الأخت فضيلة. وأنا دائما بدوري أنه كل زهرة تنبت في هذا الفصل الربيع نهديها لكل مشاهدينا الكرام، ونقول لهم إن شاء الله أيامكم كلها ورد وكلها جمال وكلها نسمة إرادة وتحدي لصنع مستقبل جميل ورائع إن شاء الله. إن شاء الله. نحب الضيوف اللي محاضرين معنا بهذا زوج تلاميذ مشاغبين، ممنوع التشويش ياك. كما كنت قلت لكم معنا لنهار اليوم معنا زوج قصص، كل قصة تختلف عن القصة الثانية، لكن القاسم المشترك في حكايتنا لنهار اليوم أنهم في زوج رايحين يتكرموا. القصة الأولى اللي راهي معنا هي قصة امرأة استدعاها إنسان في بلاطو خط أحمر باش يكرمها. هاد الإنسانة لبات الدعوة، هاد الإنسانة اللي تسمى غالية كاين إنسان وجه لها دعوة خاصة للتكريم في برنامج خط أحمر. نستقبلوها الآن باش نشوفوا شكون هذه الإنسانة، ونشوفوا أيضا فيما بعد شكون اللي حب يكرمها في برنامج خط أحمر قدام كامل الجزائريين، وعلاش أيضا حبت تكرم. نستقبل معاكم غالية اللي لبات دعوة برنامج خط أحمر وراهي موجودة معنا. نقول فقط طاهر، أهلا مرحبا بك أختي، تفضلي. أهلا، كيفك؟ لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. شرفتيني اليوم. مرحبا بك. شكرك لأنك لبيتي دعوة برنامج خط أحمر. احكي لي غالية، خدمي وش ديري وش؟ الله يبارك. حبيت نعرف شكون. حبيتي تعرفي شكون؟ ارفعي برك صوتك باش نسمعوك. قلت لك اللي حابة نعرف شكون. يحب يكرمك. درتي الخير في حياتك. الله يبارك. شيخنا، نموذج امرأة شابة في الحياة يستدعيها إنسان لبلاطو خط أحمر باش يكرمها قدام كامل الجزائريين. قبل ما نبداو نتكلموا عليها، كاين واحد الأثر لا أعلم صحته يقول لك لكل واحد من اسمه نصيب. هذه يسمى غالية، أكيد راهي غالية. احنا من إسبانيا يعني. من إسبانيا. من إسبانيا يعني هذا الإنسان بلاك يكون في إسبانيا دارت فيها الخير، حب يكرمها في بلاده. ممكن حراقه؟ سير سير ما تعاوني بالحراقه. كان غير هما. غير هما في اسبانيا. غير هما. احكي لنا غاليه، تلاقي مع الحراقه كيف تتعاملي معاهم؟ هكذا دي فوا كل واحد وشي، نقدر نعاونهم هكذا حاجه اللي قدرت عليها، بصح نعاونهم يجوا بزاف عندي لي تسمى لي. شحال عندك في اسبانيا؟ ربي ذاتهم هذه. الله يبارك، شحال عندك وانت في اسبانيا؟ عندي قريب 15 سنه. الله يبارك، متزوجه ماشي متزوجه؟ لا ان شاء الله كل يوم ان شاء الله. احكي لنا كيفاش ولاد البلاد تما، كيفاش
نورمال بيان. حنا عادة في هذا المكان يجونا بزاف أمهات قلوبهم محروقة على قلوبهم، يحوسوا على أولادهم اللي راحوا حراقة الغربة. تلاقيتي بهذا النوع من هذه فاتانيتي؟ يجونا جاو عندي بزاف هكذايا وليا يعني الحمد لله راهم الحمد لله كاين الخير مازال كاين الحمد لله. شكون تشكي اليوم راح يكرم قدام كامل الجزائريين؟ شكيت قلت لك في كاش واحد حراق هذا راجل ولا امراه؟ انا ما على باليش، احنا ما على بالناش. كي انت قلتي في الرجال هذه تنسى شكون اقرب واحد بلا قدرتي فيه الخير حبي يكرمك؟ كاين بزاف تشكي فيه حراق؟ حراق هذه هذه اكيد هذه اكيد حراق. ولا كان واحد ثاني زوج دي ماروكان صغار ثاني جاو لعندي ديتهم للسونتر قالوا لي خلينا لا فوتو تاعك وقعيتك بصح غير انت نجيو لك الالجي صلى الله ونحوسوا. قلت بالك هما ما على باليش علموا لله بالك هما. لا شو نقولها بارك الله فيك، لان شوف سبحان الله احنا نحب العينات هذو وين الانسان من قوه يكثر الخير ما يعرفش وين راه الخير اللي راه جاي. انا خايفه كاع يعيطوا لهذوك يروحوا حراقه. قال لك دير الخير وانسى. دير الخير وانسى. والله غير شوفي ربي يجازي خير الجزاء. عباك لان الانسان لما يكون غريب واحد برك يقول يسمع كلمه تزيري تكفيه. محمد نموذج جميل، امراه فحله بنت البلاد. شوفي نموذج جميل وتكلمتوا على الغربه. هي اصعب غربه للانسان هو الانسان يكون قريب عليه قريب ليك وهو بعيد عليك. وكاين انسان يكون بعيد عليك ويكون قريب عليك، معناتها الغربه هي في الاحساس وليس في المنطقه او الجغرافيا، لان الجغرافيا عندها حدود ولكن الاحساس ليس له حدود. بصح من ذاك يخرج له سره من ذاك. بصح اصعب شيء واسهل شيء في نفس الوقت هو طبيعه تطابق الاحاسيس فيما بينها، كي شغل هذاك الانسان يحس باللي هو كون راهو في ذاك الضر يخلي روحه في ذاك. كيما هذه الاخت راهي نموذج ضايبه قالت لك هو حراق، معناتها هرب من حاجه من ضعف طاح في ضعف اخر. معناتها لقات كي لزات يعني واحتوات وسمعته معناتها ذا قمه معناتها تطابق. هو قال بلي اني لقيت لي يفهمني. هذا هو الشيء اللي احنا نحوسوا عليه في الجزائر. وهذه هي قمه الثانيه. واحد الشيء جميل جدا الانسان الذي يوفق لفعل الخير. عباك في بعض الاحيان فعل الخير مقدم على الطاعات. هذا هو فعل الخير وهذا هو الصدقه. تفرج على اخوك صح. انت ربي الله عز وجل يفرج عليك في النهار اللي تكون مضيقه، النهار اللي تضيق عليك تقول له يا ربي بحقي ما فرجته. فرجت على انسان جا قدام 40 مليون جزائري استدعاها من اسبانيا الى ارض الوطن باش يكرمها لانه ما نساش الجميل. هي اسبانيا كلمه قالت دير الخير وانساه. اسبانيا لكن مول الخير دوال امه الخير. ما حيصان المثال اللي دار فيها هي قالت اسبانيا. اسبانيا هذه جزء منا عن الجزائر. كم من اجدادنا كانوا في اسبانيا صح. اسبانيا هذه تسمى الاندلس. ولذلك ممكن الاخت غاليه تحكي لنا كاين في بعض الاحياء في اسبانيا كي تكون تمشي فيها وكانك تمشي في الجزائر صح. تحس بالروح خلو بالك غاليه تحكي لنا شويه كيفاش مع اولاد البلاد تما. يعني نورمال قلنا هذا هذا مع هذا يرفد هدايا. وكيفاش تحسي كي تسمعي كلمه في اسبانيا كلمه وليد البلاد؟ اه شغل قعنا انا نبدا نحوس عليهم هكذا نشوفهم يعني نقول لهم روحوا الحاجه اللي قدرت نعاونكم بها يعني مرحبا. واحد كما يقول لك واحد يقدر غير يعاون بالمورال يعاون بهذه يعاون بحاجات الله يبارك. الحمد لله ثم ما نخلوش بعضينا بعض رانا. انتي نموذج مشرف وانتي فخر لهذه البلاد. انا حبيت نقول نقطه ما نخليهاش في قلبي شيخنا. دائما احنا الجزائريين يسمحوا لي فقط بعض الناس كي نشوفوا واحده مثلا بلا حجاب ولا منا تقول بالك هادي هكذا مالك ما تديرش الخير. لكن في غاليه نمو باللي الانسان بقلبه الدين معامله صح ولا ماشي صح؟ شوفي الاخت فضيله لازم احنا نوضع كل حاجه في نصابها. اعلى شيء نطلبوه من الانسان واش نقول له؟ قل لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيء الاول اي واحد مهما يجينا يكون مش مسلم قل لا اله الا الله محمد. وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمي ابو طالب قال قل لا اله الا الله احاجج بها الله عز وجل يوم القيامه. ثم عدنا شروط وعدنا واجبات. اذا التزمت بالواجبات هذه الله عز وجل ياجرك على قدر الواجبات ويحاسبك على قدر السيئات. مشي مثلا انسان واحد خمار نقول له ما تصومش، نقول له انت صيامك ما يصحش لانك لا نقول له نقول له صوم وصلي. قال والخمر؟ قال ربي يحاسبك على الخمر ويأجرك ويأجرك على الصلاة ويأجرك على الصوم وكذلك الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والإنسان الالتزام دياله هذا نطالبه باش كل النساء يلبسوا الحجاب، هذا الشرع.
والحمد لله من نعمة الإسلام، من نعمة الجزائر الموجود، الحمد لله لم أجد في الجزائر أنا يا شخصيا وحدة تقول لك أنا كونتر الحجاب. تقول لك إن شاء الله يهديني، إن شاء الله يهدينا ربي يهدي جميع النساء باش يديروا إن شاء الله. لكن مع الحجاب مشي معناتها واحدة اللي دارت الحجاب دخل الجنة، لا حقا. مشي معناتها واحدة اللي مشي دايرة حجاب ما تدخلش الجنة، ما تدخلش الجنة، هذاك أمرها إلى الله عز وجل. إحنا واش يا أخي، أنت دير الخير قد الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائشة اتقي الله اتقي النار ولو بشق تمرة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرحمن. والله شوفي عباك بحاجة أن نحب بعضنا البعض، نحبوا بعضنا البعض، كي نحبوا بعضنا البعض والله كل الأمور تيسر لنا. كامل لهنا مشاهدينا يشوفوا فينا، كامل رانا متشوقين باش نعرفوا شكون هذا الإنسان أو الإنسانة. هي قالت بالك حراق عاونتو في إسبانيا، حب يكرمها في تخدم كوارطو جاي حي ولا زاد جا حرق الجزائر؟ لا لا كاع راهم لاباس فيهم، الحمد لله كاع خدم كوارطو ان شاء الله. بالك واحد عاوناتو ودارت له كجاس من جا البلاد حب يكرمها، وبالك انسان من داخل التراب الوطني من هنايا من الجزائر ولا من المغرب؟ بالك ولا من المغرب؟ المغرب المغرب ممكن ممكن بارك هنا في الجزائر. بالك بالك هنا في الجزائر. انت كنت قلتي لنا دير الخير وانساه، بالك درتي الخير لهنا في الجزائر ورحتي لاسبانيا وما شفيتيش؟ لا هذا الانسان بقى شافي، وبالك واحد من فاميلتك؟ بالك ما تعرف نسيتي كاع الفاميليا. لا العلم لله، بالك ما شغل ما كاين هكا شغل نسيت شويه. الله يبارك عليك. خلينا مع امين مخرج وطاهر زايدي نشوفوا شكون اللي حب يكرم غاليه قدام كامل الجزائريين. أنا متشوقين كامل، حتى أنا حبيت نعرف هذا الإنسان أو الإنسانة اللي حب يكرم غالية في برنامج خط أحمر، استدعاها قدام كامل الجزائريين وهي لبات الدعوة من إسبانيا إلى الجزائر. أشوف غالية، أنا نور الهدى وحبيت نكرمك ولقيتك في مقام بابا مقام يما مقام كامل عائلتي اللي صدتك أنت ووقفتي معايا نشكرك بزاف في كل حاجه صبتها، في كل حاجه الجملين جابتهم لي ودرت راديو ودرت في كلش صبتها خير من فاميلتي، ونقولها ونعاودها ويعطيها الصحه وربي يحفظها ان شاء الله ويخليها لماليها. نسيتيها صحيه من فات الخير. شكون هذه؟ هدى. شوفي مسكينه جات ما تجيش في بالي باسكو كنت بالك مريضه بالك غير مغا البارح كنت نهضر معاها قلت لها كيفاش درتي لي زونال كيفاش ما جاش في بالي بلي هي شكون انت يا وسيتيني قلت لي بالك حراق تلفتها لك انا تلفتيها لي كون قلت لي وحده هنايا شغل نقول لك هي شيخنا. انا نقول لك بلي هذه نور هدى ما كانتش تمشي في يوم من الايام، كانت تمشي على الشريطه. هاد الإنسانة عاونتها بالكلمة الطيبة، عاونتها بدراهم، عاونتها قدر الإمكان باش تعاون إنسان تنفشلو من الكرسي المتحرك واللي يمشي ويقدر له ربي يمشي ويجيك البلاطو خط أحمر ويحب يكرمها، يعني صح تستاهل حاجة. أنا معاكم نستقبل نور الهدى اللي راهي موجودة معانا وحبت تكرمها قدام كامل الجزائريين. هنايا هنايا جبناها لك لانها استدعاتك. نقول فقط لطاهر تدخل نور الهدى. قل لك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسانا. عشك تعرفي تحبي ما تعرفي تحبي تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي معنا نور الهدى جبناها لك. وعليكم السلام.
حبيت نشكرك الغالية بزاف على اللي وقفتي معايا، ونشكر خويا الرشيد نور هدى. كانت في يوم من الأيام على كرسي متحرك وما زالها مريضة، عندها الأسبوع المقبل عملية جراحية. فضلي نور هدى. نحب الناس يدعوا لي إن شاء الله ننجح في العملية نتاعي، ونشكر الناس كاع اللي دعوا لي وعاونوني ووقفوا معايا. هذه أجمل صور اللي يصنعوها الفقراء، يعني بالك أغنياء دير فيهم الخير ما يصنعوش هذه الصور، لكن نور الهدى من عائلة فقيرة، من عائلة بسيطة، من عائلة قدرت غانية أنها تنتشلها من المرض وتعاونها. تفضل محمد. هو كل شيء بسيط يصنع حاجة كبيرة، وكل شخصيات العظام يعني في العالم من أكبر العلماء هم ناس فقراء وناس بسطاء، بمعنى كل شيء بسيط يدخل للقلب، كل شيء بسيط يكبر يوم من الأيام، على عكس أنه كل حاجة كبيرة أنه الشيء البسيط وندوم فيه خمن حاجة كبيرة وتخلص في وقتها، بمعنى أنه خطوة 1000 ميدان تبدأ بخطوة. نور هدى، يوم من الأيام كنت على كرسي متحرك. أنا كنت مريضة بتوبركيلوز وكنت ما نمشيش، والغالية عرفتها في السبيطار. كنت تجي عمتها كانت مريضة في كانت صابتني فما، وصابتني غير انا وماما، وما كاينش فاميلتي ما وقفتش معايا. وهذه يقول صراحة عندي صح عمومي وقفوا معايا، بصح كان بعض الفاميليا ما وقفوش معايا، ولقيتها غير هي عاونتني في كلش، درت راديو درت كلش، فرحتني ماما. غير ذي المرة تلقيت بها شفت بابونا كي قلت لها يا الغالية عجبني جابته لي، ما خلات لي والو في قلبي. معايا البوبون قلت لها حتى للسمار خدمت لي، كانت سيركيلاسيون قلت لها هدى سيرك، عاود وليت قلت لها روح نجيب لك البوبون. هذا بدات بوبونو. لا واحد كيفاش يقدر يعاون واحد، واحد يفرح الواحد، هذاك هو الصح. صح. واحد ماشي غير باش يعاون. كنت تستنيت يوم من الايام؟ ما استنيتهاش، ما كثر يعطيك الصحة. مما ونقول لك هذه قليل، كنا نقدر ندير لك أكثر. فهمتيني؟ انا ندير لك اكثر وشدي. ما قد من نشكرك نقول قليل، ما خلاص ما قدرتش. اي مريض في السبيطار اذا كان الانسان من غردايا ولا من وهران ولا في العاصمه ولا في البليده ولا بحاجه مسكين يطلع عليه. انا كاين جمعيه الله يبارك تجيب لهم الماكله، تجيب لهم الورد، تجيب لهم الزاد تطلع عليهم، بصح انا قصدي مش الانسان هذا محتاج لي مريض مسكين ما يحتاج لا ماكلاش من ذاك الماء يوكلوا ما يقدرش ياكل، بس حاجه وحده توكلوا هي الكلمه الطيبه، هي كي الانسان يحنحن عليك، كي الانسان يحك على راسه، الانسان كي عنقه، هذيك هي الحاجه الكبيره. لان ما تعرفهاش تلقاتها فقط في المستشفى لكن دامت فيما بعد. شكرا للاستاذه الفضيله، نشكرك بارك الله فيك وربي يجازيك. لماذا نشكرك؟ لان من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لما يشكرش الناس؟ لازم نتعلم كما نقولوا للمسيء اسات، نقولوا للانسان اللي يدير حاجه مش مليحه ما ديرهاش، وما لازمش وبعد عليها، وغادي تغضب ربي وتغضب الناس وما لازم بعد. لازم تاني كذلك الذي يحسن يجب ان نرفعه فوق رؤوسنا، نحطه قال انت رمز، انت كذا، بيك راك تزرع الامل. لان شوف الطفله هذه، انا تلاقيت مره مع واحد ما يمشيش، قال لي حبيت نحيا، قلت له كيف تحيا؟ قال لي حبيت نمشي. يشوف بالنسبه اليه الحياه مش هي احيا، شوف سبحان الله من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. انا والله غير بودي ان اشكرك جزيل الشكر، واسال الله عز وجل ان يعطيك ما تريدين في هذه الدنيا ان شاء الله. لان لماذا؟ لان بمجرد ان واحد ينزل دموع تاع الفرحه امام واحد اكبر طالع، حتى العناق هذاك تاع وكان حسيت ما حسيتش باللي وحده غريبه تعانق وحده غريبه، حسيت باللي الطفله تعانق الام ديالها ولا الاخت الكبرى، واحد الجو تاع الحنان. بارك الله فيك. الله عز وجل يبارك فيك. كلمة أخيرة نور، الحمد لله. كنت حابة تقولي؟ أنا في العيد صح ما عيدناش الله غالب، حتى كان ما كانتش أنا كانت ضيفة، وسنت سنيتها حتى وين جات وقالت لي هدى ولا غير تاع اللحم غير سناتي. يعطيها الصحة. كون هي صح بفضل ربي سبحانه، وهي فاني صح وقفت معايا ورات لي الطريق اللي طريق المليحة يعني. طريق المليحة اللي تقول لي هدى صلي ديري الضحكي ما تخميش تخمم يزيد لك هكا. هذا هو السند الاجتماعي اللي نحوسوا عليه في كل واحد. تجي تبكي لعندي تروح تضحك. الله يبارك.
وحتى ماما كن تغشي حتى ماما كنكونوا مع ماما نكونوا هكا ساكتين غير ثلاث طلع معنا ماما نولوا نضحكوا يقولوا رايحين بالك الحبس ما نروحش نبقى معاها ونقصر. ونحب نشكر ماما فاني تعبت معايا في السبيطار تعبت معايا في كل بلاص ونحب نشكرها. احنا ثاني نشكروها بالمناسبه ان شاء الله تبراي ان شاء الله تنجح لك العمليه اللي راكي مقبله عليها ان شاء الله ربي يعطيك واش في قلبك ان شاء الله. حاجه قالت لي في قلبي حبيت انا نكرمها قدام 40 مليون جزائري هنايا الله يبارك. وما حبيتش نخليها في قلبي قلت بالك ندخل السبيطار انا حابه نشوف الغاليه خاطش هي راحه لاسبانيا تخدم فما قلت حابه نشوفها لا مستشع نشوفها في التلفزيون. الله يبارك ذكيتوني ربي يعني حابه نشكر يمي على حبيتي. تفضلي اكيد. نور الهدى قبل ما تودعنا حبت ايضا تكرم يماها اللي راهي متواجده معنا نقول فقط محمد طاهر زايدي يجيب لنا يمات نور الهدى هذه الامراه المتواضعه والبسيطه جدا اللي راهي موجوده معنا. مرحبا بك خالتي. واش راكي مليحه؟ مليحه الحمد لله. بنتك حبت تقول لك حاجه قدام كامل الجزائريين. يما نشكرك تعبتي معايا في السبيطار حتى حملتيني 19 وتعبتي معايا ونشكرك بزاف قد ما نشكرك نقول قليل سمحي لي بزاف يما. ماليش ما حكاش كيما انتيا. ماليش انتي بابارا. ماليش انتي بنتي عليه واش كاين كبتي وبنتي عليه نرميك بنتي. بنتي ونتهلا فيك في السبيطار ولا في الدار. يعطيك الصحة. سلمك. شحال شحال نشوفوا باللي الحياة تاع الإنسان كيكون بسيط شحال حلوة. كاين اللي عنده مقصور وما كاينش اللي يقولوا نحبك ولا زعما يعنق ولا يبكي عليه. شنو هذاك في بلاد هذاك ما على بال بصح اللي تعجبني ونحيي كاع الزواولة اللي في الجزائر. صح. نقول لهم هاي تحية هاي زواولية. كاع تحية الزواولة. خاطر شحال الزوالي. صحيح. شو الزوالي تربى بواحد البساطة شنو هو؟ يرقدوا في بلاصة واحدة، ياكلوا في ميدة واحدة، يطقسوا على بعضهم، العيد ماذا ما حتى ما يعيدوش مساكن، تلقاهم يقدروا يطلع الصباح والفجر تاع العيد باش يتسالموا، وكثير كثير من الناس عشت معاهم زواولة، وهما الزوالي يحب من قلبه، وكاين الناس اللي تطلع به ولا حاجة يحس الناس ما يشوفهمش والقطرة قدامه كش ما كاش كاع، بصح أنا وكامل اللي راهم يشوفوا فيا وما يحسوا بيا. بلي تحيا الزوالي وتفيق واحد اخرى للزوالي. صحيتو يعطيكم صحتكم. الزوالي حس غير بالزوالي. صح. قبل ما تزوج اختي كنا بين خمسه في شمبره وحده كنا نرقدوا هذا فوق هذا تاع الحمد لله ربي فرج علينا وربي فرج علينا بدار تاعنا ربي السكنة. الله يبارك. والحمد لله والسلام عليكم. وعليكم السلام. ربي يحفظهم. ان شاء الله. مولا غاليه والجميع الجمهور كاع. ربي يحفظك خالتي وربي يكمل لك بنتك ان شاء الله. ان شاء الله تشوفيها عروسه وتفرحي بها ان شاء الله. الله يسلمكم. ان شاء الله ربي يحفظك. شكرا جزيلا اختي غاليه. وبالمناسبه سلامنا لكل ابناء جاليه تاعنا المتواجده باسبانيا وبفرنسا وباوروبا كامل. يعطيك الصحه كنت نموذج فعال في هذه الحياه. شكرا جزيلا. حبيتي تعنقيها عنقيها يلا نعطيها عنقي في كان كل واحد سبحان الله كان كل واحد يكون سيعه من المال عنده شويه فقط يوقف على واحد مريض شوف الخير اللي راح يعم المجتمع. يا راهي مقبله على عمليه جراحيه وبشرط فاني بشرط نقول كل الزباب كما حكيت عليهم بشرط انه يحفظ على المبادئ تاعو على الكرامه تاعو. هذه من الاشياء اللي تخليه ينجح كل شيء بسيط ينجح بشرط انه يحافظ على الكرامه تاعو وعلى المبادئ تاعو باش يجي نهار نهار والمرفه مليح لانه ينفق اذا كان يدير فيه الخير راح ينفق على الزوالي. وانا تحيه لكم كامل كل جزائريين نحبكم الله غالبا انا كنحب الجزائريين كامل. يبقاو على خير. لا اللي لبيتوا لي لا ما حرقتوا لي الامنيه تاعي. ان شاء الله شوفي ان شاء الله ان شاء الله ما نسمعوا غير ان شاء الله الحاجه اللي تفرح. انا نوعدك ان شاء الله بعد نجاح العمليه تلقيني على راسك في المستشفى ان شاء الله. يعطيكم الصحه وربي يحفظكم وربي يعاونكم ان شاء الله. ان شاء الله اللي يقدر يدير حاجه ولا يقدر يعاون ولاتك ربي يحفظك. الخير مليح على بالي بلي الحراقه راح نعيطوا لك بزاف غاليه.
انا نقول لك تهلاي فيهم تهلاي في ولاد ديالنا في اسبانيا. نتلاقى بكم لكن بعد الفاصل في قصه جميله اخرى. لكن بعد الفاصل ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم والبحث عن احبابكم وذويكم، تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. القصة الثانية اللي راهي متواجدة معنا اليوم في حلقتنا هي أيضا قصة جميلة، قصة أيضا يسمعها دايما الفقراء والبسطاء في الحياة رايحين تعلموا منها. هي قصة إنسانة تم استدعاؤها في برنامج خط أحمر باش يكرموها. الأخت راهي متواجدة معنا، نستقبلوها ونسيو نحكو معاها نشوفو شكون اللي حاب يكرمها في برنامج خط أحمر. نقول فقط لطاهر ادخل هاد السيدة. السلام عليكم، مرحبا بك، شرفتيني. ان شاء الله. انا سمحي لي فقط بزاف بزاف لانك تفضلك لانك كنت مريضه وطولنا عليك. مرحبا بك. لاباس؟ لاباس الحمد لله. وهبه هي متواجده معنا، هي ما تعرفش شكون اللي راح يكرمها في برنامج خط احمر. لبات دعوه، انا نشكرك لانك لبيتي الدعوه. شكرا على الدعوه وجيتينا رغم المرض. ان شاء الله بشفى عليك. الله يسلمك. شيخنا، سماهم على وجوههم. كي نشوفوا بعض الناس وجوههم منورين نعرفوا علاش كاين ناس اخرين حبوا يكرموه. لماذا؟ لان كاين قول ابن عباس قال ان للطاعه في الوجه لنورا. اختي وهيبه، شكون حب يكرمك في برنامج خط احمر؟ درتي الله الخير؟ والله ما شفيتيش. ما على باليش شكون. مراه ولا راجل؟ والله ما نقدر نقولوا. مراه، راجلك موجود معنا. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والله التكريم يعطيك صحة، جبت يعني مرة راح تكرم قدام كامل الجزائريين. الله يبارك فيك. أنا نطمنك ونقول لك باللي مرة باش ما تخافش شوية. شكون عندك نظرة من فاميليا من كون هذا اللي درتي فيه الخير لدرجة يستدعي قدام كامل الجزائريين ويحب يكرمك؟ باش نسهل لك، هي مرة ما نقدرش نقول لك، ما على بالي شكون. والله الحمد لله، لما الانسان نقف امام انسان يقول لك درت الخير، انه لدرجة انه ما يعرفش شكون اللي راح يكرمه، دليل مازال الخير في الامه هذه، مازال الخير في البلاد. الجزائريين ناس طيبين، ناس تاع خير، والله الحمد. عبال كاين واحد يخرج امام الملا ما كاش الخير البلاد هذه راحت، لا والله غير البلاد. الله عز وجل راهو يرزق فينا بفضل الطيبين هذو لما يديروا الخير. والله شوفي الاخت فضيله، حتى نبشر المشاهد الكريم يعني من خلال الدراسات الحديثه وحتى علاجات، واصبحت علاجات، قالوا كاين بزاف ناس عندهم يقدر يكون مريض شويه برك، وحنا ما نستهزاو نقولوا نورمال دوك يبرا. بس حيلات ماذا في ذاك الشيء يولي يمرض يعني بزاف، وكي يكون مرض بزاف ونقولوا خلينا منه نبعدوه. بالعكس، وما ثبتوا على العلاجات النفسيه وعلاجات في مختلف من بينه السند الاجتماعي اللي نتكلموا عليه، القوا انه عنده فعاليه كثير في علاج امراض مستحصيه، بمعنى انه الحب والود والاحساس الجميل والمرهف وسعه الخاطر تعطي الانسان جماليه لداخل. بالك جيرانك جوارينك. شكون توقع ما جاك حتى انسان هكا في المخيله ممكن هو اللي يكون قاعده في الدار ولا خدام؟ لا لا، قاعده في الدار. الله يبارك. مراه ونص و75. قطو عجين حلاوات. بالمناسبه نحيي كاع الناس اللي قاعدين في الدار. انا نقول لها من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. ان شاء الله. هذا الشيء. لا، تكلم الاستاذ على قضيه الانفاقده. النبي صلى الله عليه وسلم شي قلنا؟ قلنا داووا مرضاكم بالصدقه. واحد اللي عنده مريض، اللي هو مريض مغموم مهموم، عنده ازمه نفسيه، عنده ولد مريض، عنده زوجها مريض، زوج، واش تروح؟ الانسان يصدق. هذيك الصدقه ستداوي مريضه، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني وشنو هو؟ الصدقه فيها راحه للانسان.
صح. انا معاك ادعوك شيخنا محمد، مشاهدين انتم اللي راكم خلف هذه الكاميرا ارواحوا تشوفوا معايا شكون حبي يكرم هذا الوجه النير وهيبه. شوفي معايا لهيك وهيبه اللي حبي يكرمك. تفضلي مدام، علاش حبيتي تكرمي السيد؟ حبيت نكرمها على جال بنتي مريضة عندها مرض غفيلين وما قدرتش كيفاه نشكرها، يعني توسلت ليها دزتها درت لها واش درت لها ما تعوض ليش واش عوضت لي هي، يعني حبيت نكرمها لهنايا يعني اللي راهي وقفة على جال بنتي. قولها بارك الله فيك وجزاك الله خير، هذا الجزء قليل اللي راك تدفع ليه معايا. نتمنى انها تجي لاني عارفة بلي ما تجيش، راني عارفه مش هي ماشي تاع اللي تبين وجهها. واش نقول بارك الله فيكم انكم جيتوا وان شاء الله رسالتي توصل ليها ونقولها بارك الله فيك ان شاء الله. كنا امينه هاد تعرفي اسمها برك؟ تعرفي اسمها برك؟ هي عندها طفله مريضه مسكينه، تعرفها كي كان وليدي مريض نعرفها في السبيطار، في السبيطار تقولي في السبيطار، هذا نهار هذاك نعرفها. شيخنا بالقصص الجميله في الحياه ربي يبعث لك انسان ما تعرفه وما تلاقى به، خاطر نعرف اسمها برك. لكن هذه السيده العظيمه يا ما خرجوا من بيتها قفف لهاد الزواليه. علاش كيف عرفتيها؟ تحكي لك كيف عرفتيها؟ نعرفها كيما علاش الطفله تاعها مريضه، بعد كي الطفل تاعي ثاني مريض غلطوا في ليزامان الطفل تاعي قالوا لي مريض كيما الطفله تاعها. بعد كي عاودنا ليزامانيس خرجوا تاع وليدي ماشي مريض. بعد قلت نهار هذاك قلت نعاونها. من ذاك اليوم بالك خمس سنوات وهي تعاون في ام هذه الطفله، هي اللي حتحكي لنا كامل هذه القصه. لكن انا نشكرك جزيلا بنتي يا خير ربي، هذا يعني خيرت هذه القصه بالذات لانها فيها عبره، هي واحد المعنى رائع جدا. انا نشكرها هي ونشكر دراهم راجلها. بيان سور بارك الله، لان شوف سبحان الله، شوف لما تكون الموده والمحبه في الاسره يوليو يجتمعوا للزوج، الزوج والزوجه على فعل الخير. صح. الزوجه مور الزوج على فعل الخير، والزوج كذلك مور الزوجه على فعل الخير. انا الشيء الجميل علاش قلت لها كيف عاونتيها؟ لانني عرفت القصه. احنا شوف سبحان الله. انت شيخنا حبيت تقول لي بلي الراجل هو لا 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 قصد اخر. لان الراجل اذا جاته مرأة ما تنفق ولا تمنعه من الانفاق. صح. وكذلك اذا كان الرجل المراه منفقه والراجل بخيل ما يمنعها من الانفاق، لكن الحمد لله القلوب كانت في بعضها. الشيء الجميل وشن هو؟ اننا كيف شكروا الله عز وجل. لان كل واحد راح ممكن يكون يصاب بهذا. نبسط القصه. هي دات وليدها، الاخ دا وليدهم كان مريض. ليزاناليز راح يولي ياكل طعام معين، راح يكلف كذا وكذا وكذا وكذا، الدراهم، الانسان اللي ما عندوش ما يقدرش. راحوا وبداوا راحوا المراه هذه باش توري لهم هكذا القصه. راحوا بعد ما داروا لي زاناليز قالوا لهم بلي وليدكم ماهوش مريض. الحمد لله يا ربي لك الحمد. بصح هما قال يا ربي كي وليدنا ماهوش مريض ما كان يقدر لنا باش نخرجوه من الماكله وكذا نقدمه للانسان المحتاج. معناتها ربي ابتلاهم بهذاك الابتلاء باش يقول لهم يا ناس هم كاين ناس واحد اخرين راهم مبتلين. انا حكيت معك قصه اغرب، قصه جميله جدا. هاد الانسانه اللي راح تكرم هاد الانسانه هي زواليه ما عندهاش، كانت رحت لها هذه كانت كنت تقولي لها كيفاش الماكله كذا، قالت لك انا ما اعطي لك الماكله رغم انها زواليه منا، هي الماكله غاليه هذيك باش نقول للمشاهدين الماكله تاع هذاك المرض هي غاليه جدا. قالت لها انا ما اعطي لك الماكله، عشات هذه المراه هي اللي تعطيها. هذا قول الله عز وجل. انا معك عز وجل شيخنا، فقط مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. قدمت شويه بدات بزاف في الدنيا وان شاء الله يوم القيامه يكون الاكبر. امينه راهي متشوقه لانها ما كانش على بالها باللي وهبه راح تلبي الدعوه. نقول فقط لطاهر زايد يجيب لنا امينه البلاطو خط احمر اللي حبت. مرحبا بك امينه، جبناها لك. سمحي لي. أمينة. أمينة. أمينة ارفع لنا الصفاق. هم اللي كنسة تاع الصح. نسى اللي يقفوا مع بعضاهم،
إنسان اللي تعاون أختها. أنا نقول لك كم تسوى هذه الدموع لما واحد يفرج على واحد. شوف في الدنيا هذا يستنى، شوف وش قدم له في الدنيا أنه يكرمه لما 40 مليون، وش يستناه يوم القيامة أكبر من هذا بكثير. قدامة قولي لها قال كنت حابة تقولها. حبيت نكرمها أنها وقفت معايا، يعني ما صرش اللي وقف معايا كيما هي. رحت للجمعيات، رحت يعني كيما نقول لك تفنمت بصح هي شغل كي جات ليا ما نكذبش عليك، شغل كي قالت لي وليدي راها مريضة هكا وكا وانا ما عنديش على بال، وجات ليا وشافت حالتي ماما ما نعطيلهاش، بصح انا مريض يغيظني علاش انا كذا سفريت في بنتي. ما نروح نجيب هذيك البطاطا المقارون ربي شاتها ليا، عطيتها لها، عطيت لها الحليب، خجنت لها الخبز، قلت لي دعي لي، قلت لها لا يبليك بهذا المرض، انا مضرارة فيه. هذا مرض الناس يعني ياكلوا غير الماكله، ما كانش انا في الجزائر. احكينا باش الناس تفهم بنتك يعني بهذا بنتي ما تعيش كيما دراري اخرين، ما تاكلش هذاك الغشاء احنا اللي نفتوه في المهيده ونرموه، ما تاكلوش هامة، ما تاكلوش، لازم لها خبزه ولازم لها مشكلة الامعاء يعني. لا جايها في المخ، هي جايها في المخ، هي لو كان تاكل فتاتها خبز ولا خلاص المخ تاعها يتاذى شويه. بصح لازم انايا شغل ما نخليش راما تروح ما تروحش الماكله تاعي، لازم تخبي كلش يعني. انا بهذا هي بنتك اللي اسمها راما، نقول فقط للمشاهدين يعني بفضل هذه وهيبه اللي وقفت معايا بزاف بزاف ما ننساش خيرها، داوات لي بنتي، عطيتي لها انت المقارون وعجنتي لها كلش، قلت لها المهم انا نعطيه لك وانت تمدي لي، هذا يمد هذا، وحنا ما نبيعوش، دار في بالها راه احنا نبيعوا الحليب، احنا ما نبيعوش حنايا، اللي مريض كيما هذا المرض هذا يصدق له هذا، حتى ولدنا يبراب. ويعني واش نقول لك، الحمد لله وليدها ما عندوش هذا المرض، وقلت له قلت له لا يبليك بهذا المرض وربي ما بلاهاش به. قالت لي لو كان وليدك بنت وليدي نعرفوا باللي ما عندوش هذا المرض، قلت يا امينه راه ما بنتي. هاد المرأة اللي عاونتها نقول لك فضل ربي سبحان الله، حبيتي تشكريها قدام كامل الجزائريين، تشكري لها. واش درت لها؟ واش درت لها؟ ما قدرتش نكافئها كيما كافأتني هي، كل شهر تجيب لي الماكلة لبنتي. بارك الله فيها، ومام زوجها الله يعطيه المال على المال، وربي يبعد عليه البلاء. انا في فضيلة الأخت أمينة، أنت راكي أكيد شكر صح، أنا نشجع النماذج الله يبارك، ربي يكثر من فيكم إن شاء الله. بصح شي واحد آخر خلف القصه نتاعها معاناه ومأساة، ياما امهات هكا مساكن عندهم ولادهم مرضى، من الناس اللي كيما حاوزوها كي تروح تلعب مع الذراري. نعم. حاوزوها علاه؟ نعم. يعني بفضلها هي كان الذراري كانوا غير كيما دخلوا يقراوا، بحثت لي حوايج وبحثت لي الماكله تاع راما في ذوك الحوايج. نعم. علاه؟ يعني بفضلها هي كان الذراري كانوا غير كيما دخلوا يقراوا، بحثت لي حوايج وبحثت لي الماكله تاع راما في ذوك الحوايج. واش دارت؟ دارت لي دراهم. كي عيطت لك صحيتي يا وهيبه واش قالت لي؟ قالت لي هذوك الدراهم تاع راما بتدخليها اللي يكول. الله يبارك. الله يبارك. ما شاء الله. ما شاء الله. انا هي تهدر والاخت وهيبه تهدر والزوج ديالها امامي. شوف الدين ديالنا ماهوش حكايات. نعم نعم. حكي الدين ديالنا افعال. نعم. كثرنا بزاف الحكايات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، احنا لازم نكون متشابكين، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني نستنى بهم يقولوا لي غير نجيبوا لها مربيه، ما حبوش يدخلوا على جل الماكله. اخت امينه انا حبيت رساله، معليش انا رسالتي انا قلتها بصح زيد يقولي المعاناه اعطي مش غير انت، كاين بزاف اللي ما عندهمش مراكز ما عندهمش مراكز. وهذا المر الصرخه تاعك وهذا المر قول يا قول هذا الصرخ تاع المعوقين كي ينتحل ومن تحل المعوق، علاه كيما راه انا بنتي ما تخش للسونتر؟ علاه كيف تندخلها؟ قال لك لازم مربيه وحدها. انا نتعب. قال لك لازم تجيبي لها ماكلتها ايلا. ماكله قلت معليش نطيبها البنت كيما راني دوك في لاكخاش، نطيبها انا وديها في الزاكودو تاعها. بصح تفضل طاهر ندخل فقط بصح في الاخر في الصوت قال لك لا لا صبري 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 هاني صابره ان شاء الله ندائك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. تفضلي راما. هاي ماما. هاي راما. هاد الزوج مرحبا بك. جدي هذاك راما. راما هاي ماما تفضل خويا.
وهيدا رما شوفي شوفي رما ارواحي الزوجة تاعك حبت ترجع جزء من الخير اللي دارته وهيبة. انا نشكرك لانك جبت زوجة تقدر رد الجميل وبارك الله فيك وليتوا عائلة خير اللي دارته وهيبة. انا نشكرك لانك جبت زوجة تقدر رد الجميل وبارك الله فيك وليتوا عائلة واحدة. يعطيكم الصحة، كنتوا نموذج جميل، شرفتوني. ان شاء الله تبرأ راما كل يوم، ان شاء الله نشوفوها في احسن صورة. اسمح لي زوجتك اني شميتكم، هذا جزء قليل يا وهيبة، جزء قليل على براما ولات لي حياتي. براما كي راهي تعرفني وراهي تخرج ما تعاوش ما يجتو حتى هو ما تجي وحدها لعندي. فضلك انت يا فضل ربي سبحانه، بارك الله فيك. وهبة يعطيك صحة، أمينة أيضا يعطيك صحة، حبيتي تفضلي مرة أخرى. يعطيك صحة أمينة، يعطيك الصحة. أملك النساء الفحلات شيخنا نموذج رائع للنساء اللي معروفات يترافدوا والأمهات أمهات يترافدوا في بعضهم. يعطيكم الصحة، شرفتوني اليوم. وهبة يعطيك الصحة أمينة أختي، ربي يقدرك على الخير إن شاء الله. يعطيكم الصحة خويا، بارك الله فيكم. الله يسلمك، نتلاقى بكم لكن بعد الفاصل. ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم والبحث عن أحبابكم وذويكم؟ تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. مرحبا بكم جديد في ركن خرج ولم يعد. معايا خالتي وردية، جيتيني من باب الواد. مرحبا بك، ان شاء الله ما يكون غير خير. ان شاء الله جيتي تحوسي على وليدك. جيت نحوس على وليدي. وليدك اسمه عبد المجيد. عبد المجيد صاقو. صاقو عبد المجيد، ومنها كخرج 2015 20 اكتوبر، ما بين حتى اليوم من الخط اللي حتى حاجه، ما بين حتى حاجه. ما خرجش زعفان ولا ما خرجش؟ خرج لاباس عليه، وخرج قال لي شحال نجيب لك الحليب، وخرج باش يجيب الحليب ويوصل لنا صلاة الصباح وما عاودش ولا. الله يبارك، يعني ما خرجش زعاف ولا ما خرج كاع ما كانش في باله فكرة تاع الحراقة يروح برا. ما كاش في عمره ما هدر على حرقة، ما هدر يروح الغربة، ما هدر على حتى حاجة غير في الدار. نقول فقط الأمين يركز لي على الصورة، صورة وليد خالتي وردية. إذا راه يشوف فينا نقول له بلي ماك جات تحوس عليك في برنامج خط أحمر، اسمه صاقو عبد المجيد، خرج بتاريخ 20 أكتوبر 2015. خالتي وردية شحال في عمره الولد؟ 32 سنة. 32 سنة، الله يبارك، يعني راهو إنسان كبير يعرف عقل وطرانكيل، ما يداوس ما يدير حتى حاجة، ما يضرب، ما عنده العدو، ما عنده حتى مشاكل، ما يخالطش. وحده وحده. هذا ماشي وليدك الكبير؟ ماشي وليدي الكبير، هذا عندي جوج بنات والولد الكبير الآخر. يعني عندك زوج كورة وزوج بنات؟ لو كان هو يشوف فيك واش تقولي له؟ حبي ولي الدار، ولا غير راني مريضة، ولا غير راني مع طبيب تاع القلب، راني مع لا طونسيون ولا ان شاء الله ما يكون غير الخير. خالتي نعاود فقط النداء، صاقو عبد المجيد اذا راه يشوف فينا نقول له بلي يماك قلبها محروق، يماك جات البرنامج خط احمر وهي تبكي وتحوس عليك، خوتك ما خلاو حتى ولايه، حوسوا عليك في كل التراب الوطني. هذا الولد اي واحد شافه يعرف عليه معلومات، اذا راه في مكان ما خرج عنده اكثر من عام وربع اشهر، أربع شهور عام وخمس شهور وما بنى لي حتى حاجة. رحت للبوليس، رحت للجدرمية، رحت منا ومنا، حقينا في الجرنان ما كان والو. إن شاء الله ما يكون غير خير. وانا راني مريضة ولا غير من طبيبة، ولا طبيبة غير ديالو، وعندي غير هو يدخل ويخرج عليا. دايما الأبناء كي يخرجوا ما يراعوش واش خلاو وراهم، يخلوا وراهم قلب أم محروقة على وليدها. بالك هو راهو خدام، راهو في مكان ما، بالك راهو مهني، بصح ما ينسى باللي خلى قلب كبدة يماه محروقة عليه. نعم، هي هو الخطأ الأكبر، هو صح فعلا أن الكبدة يعني نتاع الأم ولا نتاع الأب هي كي
يعني كي تتجرح ولا كي تتعطب كما احنا نقولوا بالعاميه، حتما حتخلي اثر نفسي كبير وعميق جدا. من بين هذو الاشياء توصل الاكتئاب، ديال امراض مزمنه مثل اضطرابات قلبيه، اضطرابات المعده، اضطرابات قله النوم، قله. ولكن انا كاين رسائل نقدمها حتى للعائلات، اذا شافوا اولادهم بداوا يتغيروا في السلوك تاعهم، يقدر عندهم وسواس قهري، يبداوا ينعزلوا على الجماعه، يقعد وحدهم في الدار، كان خدام سلوكات مرضيه. هذه كان خدام، كان يخدم منها كيما تباباه ما يخدمش. 2010 كيما تباباه صار حاجه، كان قال لك انا حاب الخدمه تاع روحي، ما نخافش الخدمه عندك. صار حاجه كان يقعد بزاف وحده في الدار، يقعد في الدار وحده، وكان يقعد ما يخلط احنا في الدار. بمعنى هناك سلوكات العائلات اللي نوجهها، يغلق الباب ويغلق. انا هنا الوقت فضيله، هنا الخطا العائلات الجزائريين ما تراعيش بلي وليدهم بدا يتبدل، حتى الطفل الصغير الا شفتوه بدا يتبدل احنا عندنا غير يقول الطفل كبير، حتى يكون كبير، حتى تكون مراه كبيره متزوجه بولاد ولادها، مش معناتها خاطرش احنا في المجتمع ما عندوش ثقافه نفسيه، كيقولوا يدير بسيكو يقول لك واش هذا هبل، هذا مهبول. خاطرك ملي ما كنت نقول، كنت نقول يا نديك الطبيب، يا نديك منا، يا نديك منا، يقول لك مانيش مريضه راني مليح، بس هو ما يقولش كاين جوج خواتاتو. انعزال على المجتمع، على العالم الخارجي. جوج خواتاتو وانايا في الدار. ان شاء الله ما يكون غير الخير الحاجه. النداء الثاني اللي راه موجود معنا هو ايضا نداء بقدر ما فيه الم وفيه عتاب، لكن فيه ايضا صحو الضمير. معنا الاخت فريده، مرحبا بك اختي. مرحبا بك. واش قصتك على من جيتي تحوسي؟ نحوس على بنتي غيساوي وفاء. خليتها مكدرة 4 أيام في العمر السبيطار، راني نوجه النداء تاعي للناس اللي متبنيينها، خليوني نشوف بنتي، نطلب منها السلاح، نعيش معها شوية حياة، نعوضها شو اللي فاتها، أنا حابة بنتي ترجع ليا، نعيش حياتي معها. حتى نهار ولا نهارين قبل ما نموت، حابة نفارق الحياة وأنا مطمئنة على بنتي، بنتي عزيزة عليا بزاف، وزيد نقول لها باللي راني جاني سمحت فيها في قلبي، راهي عايشة في قلبي عمري ما نسيتها، كي نرقد على المخدة جامي نرقد نبكي دايما من الليل وأنا نبكي، حتى للصباح يطلع النهار وأنا نبكي على بنتي. كيفاش انا يا راني طيش بنتي ولات 4 أيام في السبيطار، خاطرك شكنت انا يا كنت مريضه والله ما تدخلش للدار، هذا هو السبب. في نفس المكان كنا نشوفوا مجاهيل ناس بيجوا حوسوا على امهاتهم، لكن من ايجابيات هذا البرنامج اننا نوعوا الناس انك بلك الغلطه تصرى لكن ما تطيش وليدك. في هذا المكان تجيك بعد ما على باليش واش من سنه تجي ام عازبه صحوه الضمير، قالت لك من نهار طيشت بنتي ما نمتش ولا يوم، نبكي نرقد بالبكا ونوض بالبكا. هذه الامراه اللي راهي موجوده خلف الستار ولدت في يوم من الايام، ولدت بتاريخ 9 ماي 1995، 9 ماي 1995 بمستشفى باتنا اختي، ياك مستشفى باريكا بباتنا ولدت بنت سميتيها وفاء. ايه وفاء فيفي. واعطيتي لها اسمك؟ ايه اعطيتي لها اسمك، الاسم كيفاش؟ بن عمار فريده. بن عمار فريده وفاء. ايه. هي بعد هاد السنوات راح تحوست عليها لكن ما لقاتش قدرت تجبد هاد شهادة الميلاد ديالها اللي فيها مجهولة نسب. نعود فقط الإعلان، أي بنت راهي تشوف فينا تعتقد باللي راهي مجهولة نسب من مواليد 9 ماي 1995، نقولوا لها باللي يماك جات تحوس عليك في برنامج خط أحمر. نخلي لك تزيدي توجهي انت نداء، هاي تشوف فيك واش تقدري تقولي لها اختي؟ انا نقول العيساوي عياش، هذه الاخبار اللي عندي باللي راهي متبنيها السيد عيساوي عياش، نقول لهم بارك الله فيكم اللي ربيتوا لي بنتي وتهليتوا فيها، وانا درك نحوس غير نشوفها نطلب منها السماح، ونقول لها كيما انا كيما العائله اللي راكي عندها، ما تندميش خلاص كي تعرفيني، ما تندميش خلاص حبيبتي راكي قلبي ديما، انا جامي نسيتك،
جامي نسيتك، راك في القلب ديما نبكي عليك. عندك اختك ساره ثاني تحوس عليك، تحوس تشوفك ديك الكبرى. ان شاء الله تكون في الاستماع. نعاودكم في الزوج، نعاود فقط الاسم وفاء فريده بن عمار، وضعتها تحت وفاء عيساوي. وفاء عيساوي وفاء فيفي. ها عيساوي وفاء حطيتيها فيفي. ها عيساوي وفاء فيفي بتاريخ 9 ماي 1995 ولدت هذه البنت. انا ما نقولش طيشتيها، لكن ولدت هذه البنت تركتها في مستشفى بريكا بعد ما ولدتها. شيخنا باختصار، الام بعد كل هذه السنوات تعترف باللي غلطت كي خلات الطفله وجات تحوس عليها. شوف، من شروط توبتي الانسان انه يعترف بالخطا، والتوبه هذه معلقه بينه وبين الله عز وجل، لا يمكن احد ان يطالع، وما كاش واحد اللي يقدر. المهم الانسان يكون صادق في توبته. ونقولوا حاجه، شوف الذنب لا يبلى. واش معناتها؟ معناتها اذا درت حاجه راح تقعد تفكرها. ولذلك نقولوا طيش الشباب هذا، الانسان لازم يتوقف، لانه بعد 50 سنة 60 سنة 70 سنة راح تفكر باللي كنت سبب في وجود نسمه في هذه الدنيا، تولي كيف تخلص من هذه الدنيا وما يلصقش فيك. نقول لكم ان شاء الله كامل تلقاو مالكم اللي جيتوا تحوسوا عليها. ان شاء الله الابن عبد المجيد يعاود يرجع خالتي، وشوفوا فرحانه ان شاء الله. خلاص ثاني بنتك وفات عاود ترجع اختي فريده. القصص الجميله اللي شفناها اليوم جبناها لكم بالدرجه الاولى باش نتعلموا منها، باش نتعلموا نديروا الخير، باش نتعلموا ان الانسان يكون في حاجه اخيه. ماشي شرط يكونوا عندنا دراهم باش نعاونوا اخونا الانسان، يكفي اننا نعاونوا بالكلمه الطيبه، ويكفي ايضا اننا نعاونوا ولو بالدعاء. ان شاء الله ربي كل غريب يعود يرجع لذويه، كل مفقود يعود يرجع لذويه. ان شاء الله كل مريض يشفى، كل واحد مقبل على فرح ربي ان شاء الله يكمل له فرحه. ان شاء الله انا دائما نقول لكم ان شاء الله ربي يبعد عليكم المشاكل، وربي يبعد عليكم الهموم. ومع ذلك عندكم قصه حبيتوا تشاركوها لنا في برنامج خط احمر، اتصلوا بينا بالارقام اللي تظهر طيله مرور هذا البرنامج. ما بقى ليش وقت، نقول لكم في امان الله، الى اللقاء. حبيت نعرف شكون، حبيتي تعرفي شكون؟ ابعي برك صوتك باش نسمعك. قلت لك اللي حابه نعرف شكون. يحبي كرمك. درتي الخير في حياتك. الله يبارك. شيخنا، نموذج امراه شابه في الحياه يستدعيها انسان لبلاطو خط احمر باش يكرمها قدام كامل الجزائريين. قبل ما نبداو نتكلموا عليها، كاين واحد الاثر لا اعلم صحته يقول لك لكل واحد من اسمه نصيب. هذه يسمى غاليه، اكيد راهي غاليه. احنا من اسبانيا يعني. من اسبانيا. من اسبانيا يعني هذا الانسان بلاك يكون في اسبانيا دارت فيها الخير، حبي يكرمها في بلاده. ممكن حراقه. السير. السير. ما نتعاونين بحراقه. كان غير هما. غير هما في اسبانيا. غير هما. احكي لنا غاليه، تلاقي مع الحراقه كيفاش تتعاملي معاهم؟ هكذا دي فوا كل واحد وشي، نقدر نعاونهم هكذا حاجه اللي قدرت عليها، بصح نعاونهم يجوا بزاف عندي لي تسمى لي. شحال عندك في اسبانيا؟ ربي يبعثهم هذه. الله يبارك، شحال عندك وانت في اسبانيا؟ عندي قريب 15 سنه. الله يبارك، متزوجه ماشي متزوجه؟ لا ان شاء الله كل يوم ان شاء الله. احكي لنا كيفاش ولاد البلاد تما، كيفاش؟ نورمال بيان. احنا عادة في هذا المكان يجونا بزاف امهات قلوبهم محروقة على قلوبهم، يحوسوا على اولادهم اللي راحوا حراقة الغربة. تلاقي انت بهذا النوع من هذا دي فوا ثاني تيجوا جاوا عندي بزاف هكذايا و يعني الحمد لله راهم الحمد لله كاين الخير مازال كاين الحمد لله. شكون تشكي اليوم راح يكرمك قدام كامل الجزائريين؟ شكيت قلت لك في كاش واحد حراقة هذا راجل ولا امراه؟ انا ما على باليش، احنا ما على بالناش. انت درتي في الرجاله ديتي في نساء. شكون اقرب واحد بلاك درتي فيه الخير حبي يكرمك؟ كاين بزاف. الخير عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم برنامج خط احمر. لانها اليوم راح تكون حلقه خاصه، ما راناش رايحين نحكوا لكم مشاكل وهموم، رايحين نفرحوكم بزاف، رايحين نسمعوا وتشوفوا معنا قصص مفرحه في الحياه، قصص فيها امل وفيها ايضا عبره. هذه الحكايات نسمعوا لاصحابها لكن بعد الفاصل. ترغبون في حل مشاكلكم وهمومكم
والبحث عن أحبابكم وذويكم. تواصلوا معنا عبر رقمي البرنامج أو صفحة الفيسبوك. مرحبا بكم جديد في برنامجكم خط احمر. كما كنت قلت لكم لنهار اليوم معنا قصص مفرحه في الحياه. دائما الناس يشوفونا يحكمونا في الزنقه يقولونا والله القصه تاع البارح كانت تبكي، بكيتونا بزاف، لكن اليوم راح نفرحوكم بزاف. كالعاده يشاركني في تنشيط هذه الحلقه الامام كاشو هرب من الزلابيه. كل يوم نقولوا له الزلابيه اليوم ما جاش، اذا يشوف فينا نقول له ارواح برك. إمامنا شيخنا مرحبا بك. مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله كاين نقلة نوعية وكانت موفقة. لماذا؟ لأننا الموسم الربيع، هذا وين تكون البسمة وين تكون الأزهار تفتح. ما انتهت الآن الإنسان اللي يتجول في الجزائر هذه يلقى كلها خضراء. الله يجعل أيامنا كلها خضراء ومملوءه بالمحبة إن شاء الله. علينا اليوم جايبين قصص مفرحة فيها أمل في الحياة. محمد مرحبا بك. الله يزيد فيك. انت واحد من الذين يزرعون الامل في الحياه. نعم، شكرا لك يا الاخت فضيله. وانا دائما بدوري انه كل زهره تنبت في هذا الفصل الربيع نهديها لكل مشاهدينا الكرام ونقول لهم ان شاء الله ايامكم كلها ورد وكلها جمال وكلها نسمه اراده وتحدي لصنع مستقبل جميل ورائع ان شاء الله. ان شاء الله. نحب الضيوف اللي حاضرين معنا بهاد زوج تلاميذ مشاغبين ممنوع التشويش ياك. كما كنت قلت لكم معنا لنهار اليوم معنا زوج قصص، كل قصة تختلف عن القصة الثانية، لكن القاسم المشترك في حكايتنا لنهار اليوم أنهم في زوج رايحين يتكرموا. القصة الأولى اللي راهي معنا هي قصة امرأة استدعاها إنسان في بلاطو خط أحمر باش يكرمها. هاد الإنسانة لبات الدعوة. هاد الإنسانة اللي تسمى غالية كاين إنسان وجه لها دعوة خاصة للتكريم في برنامج خط أحمر، نستقبلوها الآن باش نشوفوا شكون هاد الإنسانة ونشوفوا أيضا فيما بعد شكون اللي يحب يكرمها في برنامج خط أحمر قدام كامل الجزائريين وعلاش أيضا حبت تكرم. نستقبل معاكم غالية اللي لبات دعوة برنامج خط أحمر وراهي موجودة معنا. نقول فقط طاهر اهلا مرحبا بك اختي، تفضلي. اهلا ساكي لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك، شرفتيني اليوم. مرحبا بك، شكرك لانك لبيتي دعوه برنامج خط احمر. احكي لي غاليه، تخدمي وش ديري وش؟ الله يبارك. الان جا قدام 40 مليون جزائري استدعاها من اسبانيا الى ارض الوطن باش يكرمها لانه ما نساش الجميل. هي اسبانيا كل ما قال دير الخير وانساه، لكن مو الخير عمره ما حيصير. الانسان اللي دار فيه الخير هي اسبانيا. اسبانيا هذه جزء منا عن الجزائر. كم من اجدادنا كانوا في اسبانيا؟ صح. اسبانيا هذه تسمى الاندلس، ولذلك ممكن الاخت غاليه تحكي لنا كاين في بعض الاحياء في اسبانيا كي تكون تمشي فيها وكانك تمشي في الجزائر. صح. تحس بالروح الجزائريه. بالك غاليه تحكي لنا شويه كيفاش مع اولاد البلاد تما. يعني نورمال قلنا هذا هذا مع هذا يرفد هدايا. وكيفاش تحسي كي تسمعي كلمه في اسبانيا كلمه وليد البلاد؟ ان شاء الله قعنا انا نبدا نحوس عليهم هكذا نشوفهم. يعني نقول لهم اروح الحاجه اللي قدرت نعاونكم بها يعني مرحبا. واحد كما يقول لك واحد يقدر غير يعاون بالمورال، يعاون بهذه، يعاون بحاجات. الله يبارك. الحمد لله. ما تما ما نخلوش بعضينا بعض، رانا انتي نموذج مشرف وانت فخر لهذا البلاد. انا حبيت نقول نقطه ما نخليهاش في قلبي شيخنا. دائما احنا الجزائريين يسمحوا لي فقط بعض الناس كي نشوفوا وحده مثلا بلا حجاب ولا منا تقول بالك هادي هكذا مالك ما تديرش الخير، لكن في غاليه نمو باللي الانسان بقلبه الدين معامله. صح ولا ماشي صح؟ شوفي الاخت فضيله، لازم احنا نوضع كل حاجه في نصابها. اعلى شيء نطلبوه من الانسان واش نقول له؟ قل لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيء الاول اي واحد مهما يجينا يكون مش مسلم قل لا اله الا الله محمد، وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابو طالب.
قال قل لا إله إلا الله أحاجج بها الله عز وجل يوم القيامة. شكي فيه حراق. حراق هذه. هذه أكيد. هذه أكيد حراق. ولا كان واحد تاني زوج دي ماروكان صغار تاني جاو لعندي ديتهم للصوم قالوا لي خلينا لا فوتو تاعك وقعتك بصح غير انت نجيو لك الالجي صلاه ونحوسو. قلت بالك هما ما على باليش علم لله. بالك هما. لا شو نقولها بارك الله فيك لان شوف سبحان الله احنا نحب العينات هذو وين الانسان من قوه يكثر الخير ما يعرفش وين راه الخير اللي راه جاي. انا خايفه كاع يعيطوا لهذوك يروحوا حراقه. قال لك دير الخير وانسى. دير الخير وانسى. والله غير شوفي ربي يجازي خير جزاء. على بالك لان الانسان لما يكون غريب واحد برك يقول يسمع كلمه تزيري تكفيه. محمد نموذج جميل. مرأة فحله بنت البلاد. شوفي نموذج جميل وتكلمتوا على الغربه. هي اصعب غربه للانسان هو الانسان يكون قريب عليه قريب ليك وهو بعيد عليك. وكاين انسان يكون بعيد عليك ويكون قريب عليك، معناتها الغربه هي في الاحساس وليس في المنطقه او الجغرافيا، لان الجغرافيا عندها حدود ولكن الاحساس ليس له حدود. بصح من ذاك يخرج له سره من ذاك، بصح اصعب شيء واسهل شيء في نفس الوقت هو طبيعة تطابق الاحاسيس فيما بينها، كي شغل هذاك الانسان يحس باللي هو كره في ذاك الضر يخلي روحه في ذاك كيما هذه الاخت راهي نموذج ضايبه، قالت لك هو حراق معناتها هرب من حاجه من ضعف طاح في ضعف اخر. معناتها لقات كي لذات يعني واحتوات وسمعت معناتها ذا قمة معناتها تطابق. هو قال بلي اني لقيت لي فهمني. هذا هو الشيء اللي احنا نحوسوا عليه في الجزائر. وهذه هي قمة واحد الشيء جميل جدا الانسان الذي يوفق لفعل الخير. عباك في بعض الاحيان فعل الخير مقدم على الطاعات. هذا هو فعل الخير وهذا هو الصدقه. تفرج على اخوك انت ربي الله عز وجل يفرج عليك في النهار اللي تكون مضيقه، نعم. النهار اللي يضيق عليك تقول له يا ربي بحقي ما فرجته فرجت على انسان